السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي مع يسرى. مع يسرى اليوم غادي نعملو واحد الوصفة جديدة جديدة بزاف، البايلة الإسبانية. البايلة الإسبانية كل واحد وكيفاش كيحضرها على حسب المناطق اللي كاينة في إسبانيا. على العموم انا غادي نعملها بالطريقه ديالي مبسطه. الاساس يعني معروف على البايلا، الاساس ديالها هو فواكه البحر، السمك، قطع من الدجاج. انا غادي نضيف لها قطع ديال الخضر. عرفتي اليوم السبت، واذا كنتو كتسمعوا الصداع راه الجيران عاملين احتفال ولا ما نعرفاتي، الضحك والنشاط عندهم ودايرين حتى هما قبلتي في الكوزينه. على العموم هي البايلة ديالي كطيب. انا بديت لكم بالعكس، يعني حتى صورت المراحل باش يوجد لي الغداء في الوقت. عاد نعمل معكم دردشة. نبداو على بركة الله في المكونات. عندنا اول حاجة البصلة مشلضة، فلفلة خضراء مشلضة، وفلفلة حمراء، فلافل تقدروا ديروا حتى الصفراء. عندنا هنايا الجلبانة. الخضر كتبقى اختيارية، مي اللي عنده وليدات من الاحسن يدير في الخضر. عندنا الخزو، شي جوج خزيوات هما غنقطعو مكعبات. عندنا مطيشة غادي نحكوها. عندنا الليمون ضروري بما ان عندنا الحوت، ودروسه ديال الثومه، وشويه ديال القزبر معدنوس، واوراق سيدنا موسى. وفي الخضر ايضا غادي نضيف القوق اللي ديجا نقيته، غادي نقطعو حتى هو مكعبات، كيبقى اختياري. بالنسبه للسمك غادي نعمل واحد، كنشريها مخلطه فيها الجامبا، فيها هاد الحوت مربعات، فيها السيبيا، فيها الميخيونيز، يعني مخلطه. ولكن انا ما كنقتنعش بهادو، كنزيد نضيف فيها حتى هاد الجامبا هادي. يعني كنشري ميكا مخلطه، كناخذها مع الكادونه. ها هي ديالها، كتصلح للبايلا وكتصلح للسوبا، وهي منقيه معدله، يعني ما فيهاش شي تعقيدات. كديروها هايده. انا غادي نضيف على داكشي، غادي نضيف واحد زليفه ستيتوا ديال الجامبا، وغادي نضيف واحد الصدر ديال الدجاج، غادي نضيف كالامار طري، ما عرفتش شنو هو الرويس ديالو، ها هو باش يبان لكم. وغادي نضيف واحد الفيليتيه ديال الحوت باش نزيد نكمل. كيبقى على حسب عدد افراد الاسره، وطبيعه الحال التوابل حنا غنشوفوهم مع بعضياتنا. اول حاجه انا كنطيب زيت الزيتون، فغادي نعمل بلاتي، غنحل هذه باش نكب مزيان. هاد 4 كاس صافي، حيت باقي غادي ندير لها الزبده من بعد. يعني عاد تبعوا معايا المراحل كامله. وكنضيف هاد كما كتشوفوا الفلافل مع البصل، مع كل شيء كيتقلى. خليهم يطيحوا مزيان. نحط عليهم بوطه. دابا من بعد ما طاحت، شوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم، لاحظوا معايا طاحت مزيان. غادي نضيف لها الثوم، جوج فصوص ديال الثوم اللي حكيتهم، نتركهم شويه. وغادي نضيف لها الطماطم، عملت غير وحده بلاتي نوريكم ها الاخرى، حيت بانت لي هذه كبيره فعملت غير وحده. ها هي، الا عندكم مطيشه صغيره عملوا غير عملوا جوج، انا لقيتها كبيره صافي اكتفيت غير بوحده. واصلا كيبقى عينكم ميزانكم في هذه المسائل هذه.
دابا غادي نضيف الجزر هو الاول والجلبانه حتى هما هانتوما شفتوا. وغادي ندوز نقطع هادو نقطع هاد القويقات ديالي. هنا غادي نضيف القوق حتى هو كويس صغير وغادي نجي غادي نضيف هادو اللي كياخذوا شويه الوقت في الطياب يعني الدجاج والكالامار اللي طري. وهاد الحوت هذا غنضيفو من بعد مع الجامبا. غادي نخلط واحد شويه ونبدا نضيف التوابل. عندي سكنجبير غير شويه ما تكثروشي، الابزار كاينه اللي ما كيعملهاش لا ابزار لا سكنجبير، كيعمل لها الملح والزعفران شعره، ولكن حنا كتعجبنا تكون حاجه مبننه اكثر. الخرقوم بلدي اللي عنده زعفران شعره يعملها، جوج اوراق ديال سيدنا موسى ولا عندي حتى ثلاثه، انا كتعجبني النكهه ديالو. وكنخلط من بعد كنمرق بالماء. طبيعة الحال ما ننساوش المليحة، انا كنت على شوية غادي ننسى المليحة. المليحة صافي، وغادي نزيد عليها عافية متوسطة ونغطيها ونخليها تطيب حتى كتنضج هاد العناصر، ونرجعو نتلاقاو بإذن الله باش نكملو على بقية الوصفة. هنا في واحد المقله اللي غادي نقدم فيها غادي نعمل الزبده والزيت وثلاثه د الكؤوس ديال الروز على حسب عدد افراد الاسره. بطبيعه الحال الروز عندي يعني الطويل الاصفر، نتوما كيبقى حسب الرغبه، بغيتو بسماتي اي ماركه كترتاحوا لها. غادي نقلي فيه حتى يولي اللون ديالو مذهب، عاد كنضيف له المكونات الاخرى. هنايا ها هو الروز كيفاش ولا لي يعني مذهب وتشرب ديك الزبده مع الزيت. كنبدا نضيف المكونات ديالي اللي كانت طايبه شويه بشويه حتى كنمرق بحال اللي كنمرقوا بها، حيت هذاك راه فيه الخليط كامل. وهنا غادي نضيف عفوا الطماطم المركزه معلقه والفواكه البحر اللي كانت باقا عندي بحال ميخيونيس سيبيا، يعني هادو كيطيبو دغيا خليتهم تيطيبو مع الروز يعني مع بعضهم. وديك الفيلي اللي ما كنتش طيبت حيت هادو كاملين يعني عندهم خمس دقائق كيكونوا طايبين الجامبا. وغادي نحرك ونولي نزيد المرق المتبقي عندي وانا كنحيد في ديك اوراق سيدنا موسى، لان صافي تلقوا الفوائد ديالو. صافي غادي نستمر هكا في التحريك. من بعد غادي نضيف نصف حمضه نصف ليمونه معصره. هنايا غادي نضيف القزبر معدنوس وغادي نخليه واحد شويه للتزيين. كاينه اللي ما كيضيفوش، ولكن انا كتعجبني النكهه ديال القزبر معدنوس مع السمك، فغادي نضيفو هنايا. طبيعة الحال البايلة كيف ما قلت لكم عند عدة طرق على حسب المناطق في إسبانيا. أنا هنايا جبت لكم بايلة مبسطة كتجي سهلة في التحضير وكتجي لذيذة في المذاق. غادي نغطي عليها واحد شوية حتى كنحس بأن الروز تشرب، ونشوف إلى طاب صافي، إلى بقي شوية غادي نزيدو مرق السمك. أنا عندي هنا مرق السمك محضر في المنزل، يعني وجدته بيدي، كندير له قشور ديال الجامبا مع الخضر وكنديرهم يتسلقوا شويه
وكنحصل على واحد المرق، هو اللي غادي نمرق به دابا، وغادي نخليها حتى تنضج تماما. عاد باقي لي واحد شويه ديال الكامبه على شويه ديال الميخيونيز، غادي نسوطيهم في واحد المقله باش نزين بهم من بعد من الفوق. هنا كنوريكم الروز ديالي كله عامر بفواكه البحر وبالخضر، كتجي وصفه فعلا رائعه. طبيعه الحال مي كتكون عندكم الاكل ديالكم كيطيب فوق البوطه، ما تخليوش التراكمات ديال الاواني في المطبخ، او لا تخليو ديك اللورنيه مرونه، ضروري من التنظيف باش هكا كتخدموا مرتاحين وكتساليو مع الوقت، وكتكون الكوزينه ديالكم نقيه والنفسيه ديالكم كترتاح، وكتكونوا كتخدموا نتوما ناشطين، لان هذا الاكل ديال نهايه الاسبوع عنده طعم خاص، لان كتكون الاسره كامله مجموعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي كيجي لذيذ في المذاق ورائع في المنظر. زينتو هكا بشويه ديال ميخيونيس على الكامباس على الليمون، ودردرت عليه هكا شويه ديال الربيع اللي كنت خليت. ها هو كيفاش كيجي. صراحه كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، هذه راها رائعه، ما غاديش تندموا عليها. كنعتذر حيت ركبت الصوت، لان كاين الضجيج بزاف في العماره حيت اليوم السبت. معرفتي واش كنبان لكم بعيده واقيله، ولكن هادشي اللي عطى الله لواحد الجيران كما قلت لكم، عرفتي عييت نتسناهم يسكتوا، جالسين في البالكون هنا يا قبالتي كيهضروا في التليفون بالغوات. المهم على العموم ما نقدرش نصبك على الغدا اكثر من هيدا. على العموم نتمنى الوصفه تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله في التعليقات، لان هذه الوصفه كتجي سهله ولذيذه. الطريقه ديال اعداد ديال البايلا هي كاينه عده طرق على حسب المناطق اللي كتواجد في اسبانيا. اندلسيه عندهم واحد الطرق مختلفه، كاينه اللي كيطيبها بالملح والزعفران شعره، كاينه اللي كيدش فيها الخضر، كاينه يعني كل واحد وكيفاش الطريقه ديالو. انا حاولت اليوم نبسط لكم هالطريقه، ولكن فعلا اللي كياكلها عندي راه كتعجبو. سمعوا الصداع ديال وليداتي، سالوا الجيران رجعوا وليداتي. على العموم غادي نتغدى ونسالي، وغادي نديروا دردشه هكا فين وصل التحضيرات ديال البيت ديال وليداتي. ترى ها هو البيت باقي ما فيه حتى حاجه. اخر مره وريتكم كان عندي الموكيت مسيب في الارض، جمعناه سيبناه، يعني جمعنا الحيط قشرناها كامله بحال الطريقه اللي وريتكم، ولكن جينا للاسف ملي حيدنا الموكيت وكل شيء اكتشفنا كاين واحد الفيو في البيت، فكان ضروري ديك الساعات ما وقفنا كل شيء وجبنا الخبير، حيت هنايا اذا مشيتي قصتي شي حاجه بيدك شي نهار الله يحفظ توقع شي حاجه كتكون انت المسؤول، يعني باش حنا ما نتحملوش المسؤوليه. فعيطنا للخبير طبيعه الحال، لاجونس اللي حنا متعاقدين معاها هي اللي تكلفات، وبجى الخبير شاف قال فعلا خاص يتبدل الشرجم، خاص الاصلاح، خصوصا ان تحت الشرجم عندنا ستوفا. انا غادي نوريها لكم دابا، غادي نقلب الكاميرا ونوريها لكم. فجا ديك الخبير شاف عطى الثمن، قال صافي غادي نعدلوها، ولكن حتى مر العطله، وكتعرفوا من فوقاش راه من قبل العطله وحنا هكا جات مع العطله، هو كان عنده كونجي فما جاشي، قلنا ماشي مشكله. دابا ملي جا حنا اليوم شنو اليوم السبت، دابا ملي جا يعني قلنا اثنين، يعني على اساس بعد غدا عاد غادي يكون، يعني بعد غدا بعد غدا عاد غادي يجي يشبر العبر بالضبط ويسرد باش يجيبوا الجاج وداك الشيء. عاد اثنين لي من المور هذا عاد غادي يركبوا، يعني خصكم شنو دارت باش ما نتعصبش، شديت البيت ومشيت بحالي لهذا، شبرت الكامد بنتي، درت لها بالكاتري ديالها بكل شيء في بيت النعاس ديالي، الحمد لله عندي بيت نعاس كبير، هز لي الكامد بنتي والكامد ديالي والكونه،
يعني باش حنا ناعسين مخيمين. دابا البرد ماشي مشكل، مصاب غير في الاخر تكون النتيجه مزيانه. المهم انا نوريكم الديفو اللي خرج لي باش عرقل لي هذه المساله. هذه غادي نقلب الكاميرا. ها نتوما دابا شتي هنا عندنا الشرجم، هذا كله ما عرفتش واش باين، كله تنكل ومع الشرجم دلوح. شوف كله تنكل دابا من هنا شويه، ولكن من برا من اللور تنكل بزاف. ملي حيدنا ديك الموكد اكتشفنا ان هذه راه يعني ما بقاتش، راه منكوله. وهذه ستوفه ما نقدروش نقيسوها لان خاص المعلم اللي يجي كنخافو يتسرب الغاز، فعلى داكشي وقفنا الشغل حتى يجي المعلم هكا على حساب لاجونس باش نكونو حنا مرتاحين وما يكونش عندنا شي اشكال من بعد. صافي يعني النهار اللي غادي نبدا الاصلاحات بجديه غادي نتقاسم معكم ان شاء الله كل شيء. ملي كنسالي من الاشغال ومن التنظيف ديال المطبخ ديالي وكنتغدى وصافي، كان خصني ناخذ واحد القسط من الراحه، ولات عندي ضروريه كنعمل كاس د اتاي كل مره. شنو تبردي الاعشاب كل نهار وشنو، وكنعمل معاه قطعه حتى القطعتين ديال الشوكولاته اللي وليت مدمنه عليها. وانتم كتعرفوني عتقولوا يسرى غلطتي، غنقول لكم هادشي اللي عطى الله هاد الفتره ديال البرد، كنحتاج الجسم ديالي كيحتاج لشي قطعه ديال الشوكولاته. وهادشي اللي كاين دابا، ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، ولقائي يتجدد بكم في شي فيديو قادم ان شاء الله.